طارق شكرا لضيفيك الكريمين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس ناتيكم هنا من خلال الجولة الرابعة عشر على مستوى الليغا، في حين انه قادش صاحب المركز السادس عشر هنا في النويبة ميرانديلا الذي يتسع 20,000 متفرج في هذه المدينة الساحرة الجميلة في مدينة قادش في الأندلس، هو كبير وعملاق ولقاء الثاني لقادش. هذا رودريجو الذي لم يكن في الحسبان يأتي أساسيا من خلال هذه المواجهة لأنه لم يكن متواجدا في المقدمة. رودريجو وخوسيلو والكرة المباغتة التي وصلت إلى كونان لديزما حارس مرمى، يأتي الآن لمصلحة قادش داخل منطقة قادش في هذه المواجهة في هذه المباراة أمام فريق كبير. وعادة مثل هذه الفرق روديجر عادة محاولة تسديد في الجهة الأخرى فقط على مستوى الليغا خمس تعادلات، لكن جود بيلينغهام أتى وهنا لدينا تمريرة وصلت إلى ليديزما ولا زالت الخطورة موجودة. وبعد ذلك هناك ريال 10 انتصار عند الكرة، ينطلق البرازيلي بالجهة اليسرى أفضل خط دفاع في الليغا بالنسبة لي ريال. هذا خطأ في مقدش على ناجم 22 ياردة، الكرة التي تلعب خطيرة عالية فوق المرمى إلى خارج أرضية الملعب. لدينا ركلة مرمى لمصلحة ريال مدريد، هذه الكرة بعد أيام الفيفا مهما كانت لمصلحة ريال مدريد لأن بيلينغهام يلعب الكرة المقوسة خطيرة. الله على كرة غاية في خطورة كريس راموس. نعم كريس راموس لعبت بطريقة ممتازة والرأسية ذهبت إلى خارج أرضية يلعب الكرة اصطدت ممكن أن تذهب على مستوى القائم الثاني وجودهم عدمه ما يضرك، يقدم أداء جيدا. وهنا لدينا الرأسية التي تلعب من اللاعب 25 روبرت نافارو ورأسية نافارو في أحضان لونين، هذه كرة توني ولا زالت البرازيلي. الله هو يأتي، نعم كان احتياطيا لكنه لا يبقى في دكة البدلاء إن فعل مثل هذا الأمر، وضع هدفا غاية في الجمال والروعة بالنسبة لمصلحة قادش. محاولة الرد التي بيلينغهام خوسيلو، بس أنا أعطيك جوك 10 دقائق، وهذا بيلينغهام كاد يسجل في مرمى قادش لكن الكرة مرت بعد تمرير مدريد. مو حلوة هذول الزين رينا، هذا لوكا مودريتش الكل على طريق هذا البرازيلي حاول نابولي. هنا لدينا الكرة الآن التي تصل أخرى، فالي خيمينيز يلعب الكرة العالية والمباراة دون عملية انتصار. فالفيردي من الأسماء الموجودة، هذه كرة جميلة لكن عملية الاستحالة على كرة جميلة للغاية لمصلحة الريال لكنها أبعدت في اللحظة الأخيرة عن طريق فالي خيمينيز. شوف التحرك، شوف العمل، شوف تبادل الأدوار. يا سلام، هذه لدينا الكرة الآن تلعب رود إيجر أمامية خطيرة للريال لكنها أبعدت. ما يشتكي ريال متي اليسرى تصل المحاولة وعندنا الآن كرة في الجهة اليسرى خطير، ما عندي مدافعين، لا واحد راح أقدر أعوض في فينيسيوس يغيب، لا وهو غايب احنا نسوي نتائج زينه. بيلينغهام غاب في عمليه التعديل، الكره المقوسه ولكنها الى خارج ارضيه الملعب، الى خارج ارضيه الملعب. الكره التي لعبت بهذا الشكل جميله مقوسه الفكره لكنها فول تيم مثلا ابي اري. كره ابعدت من دفاعاتي كورتا صح وانا يوم قلت لك من شوي التمريره ما بين بيلينغهام وتوني كروس ومودريتش احد الاسماء. الكره التي تلعب على ناحيه رومتاز، هنا ياتي الخطر الان على مرمى الريال والتسديده ولكن لونين ابعد في اللحظه الاخيره بطريقه مثاليه. انظر الى هذا العمل وهنا لدينا باليسرى يا سلام يا أرضية العالية رأسية بيلينغهام والكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب كرة بيلينغهام. لذلك هو فريق صعب جدا، قالوا له لعب ست
على مستوى القائم الثاني والمتابعة عليها أن تتم هذه المحاولة والإبعاد يأتي ولدينا خطأ يأتي لمصلحة قادش لكن عمل جماع توصل أبعدت هنا كرة قدم جميلة قوسائيه هذه فيها صفرة لريال مدريد هذه الكرة التي تلعب الآن مقوسخين دي ستيفانو عندما كان مدربا وهنا لدينا تسديدة خطيرة من روجر مارتي إلى خارج أرضية الملعب وتأتي صافرة نهاية أحداث شوط اللقاء الأول بتقدم الريال بهدف إلى محبي وجماهير وكي اللقاء الأول هذه لدينا الكرة الآن يأتي الآن الكرة العالية الخطيرة يمر ولما لا وريال مرور يأتي الآن بشكل ممتاز وكأنما العودة ليوري السلام موجود ولا على كرة يا ما الذي فعل خوسيلو وماذا فعل رودريجو يتلاعبون أو خليني أقول بين قوس ذكرت بلينغهام إذا هو مندي التدخل من أمام داني كارفاخال طالت على كارفاخال وتحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة قادش تلعب الكرة عادت الآن عن طريق بلينغهام والكرة التي تنقل أن هدف مقابل لا شيء ممكن المباريات الأربع والانتقال لهذه الجماهير الموجود مامر وخروج لحاح وحده يأتي أنا ما أقول حانت وبانت ولاحت ووصلت إلى رودريجو وقال نعم استمعوا إلى ما تقول لأنها حانت لحظة الأهداف نعم تبين الليالي من عصاريها وعصاريها يغادر كرة العرضية الخطيرة للغاية وهنا لدينا كرة ضائعة بالنسبة لقادش كاد أن يقلص النتيجة ولكن في هذا ما سافر صدقوني ما سافر أخوه نسخة منه السبير راح البرازيل هذا ما سافر أشك أنه سافر وأشك أنه رجع يجيد والكرة خطيرة الآن رأسية وناكل ستيشن يمرر إلى بلينغهام يسجل الثالث كل هذا طبيعي إذا كان الريال في يومه نعم وفي ليلته فاعلم تماما بأنك ستشاهد هذه اللقطة ستشاهد هذه التحية سدين الآن الكرة والطالق شكرا لضيفيك الكريمين مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس نأتيكم هنا من خلال الجولة الرابعة عشر على مستوى الليغا في حين أنه قادش صاحب المركز السادس عشر هنا في النويبة ميرانديلا الذي يتسع 20,000 متفرج في هذه المدينة الساحرة الجميلة في مدينة قادش في الأندلس هو كبير وعملاق والقائد الثاني لقادش هذا رودريجو الذي لم يكن في الحسبان يأتي أساسيا من خلال هذه المواجهة لأنه لم يكن متواجدا في المقابل